السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم غادي نحضر معكم عصير اقتصادي بتفاحة واحدة وبرتقالة وليمونة حامضة. نحضروا أكثر من لترين من العصير المنعش. إلى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش تعملوا اشتراك القناة ديالي وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة. شوفوا المكونات وطريقة التحضير. غادي نحتاجوا برتقالة واحدة، ليمونة حامضة واحدة، البرتقالة والليمونة أنا وضعتهم في المجمد من قبل، ونحتاجو تفاحة واحدة. المكونات كلهم غسلتهم مزيان لأننا غادي نحتاج القشور ديالهم. ناخد إناء وناخد البرتقالة نبشر القشرة ديالها. طريقة بسيطة جدا والنتيجة كتكون رائعة. كنحصلوا على أكثر من لترين من العصير فقط بتفاحة واحدة وبرتقالة وليمونة حامضة. عصير كيجي منعش من ألد ما يكون. صافي كيف كتشوفوا من بعد ما بشرت البرتقالة القشرة ديالها غادي نبشر حتى الليمونة الحامضة حتى هي نبشر لها القشرة ديالها. لازم ما نغسلوا المكونات مزيان كيف كتشوفوا لأن القشور ديالها حتى هي غادي نحتاجوها. صافي من بعد ما بشرت القشرة ديال الليمونة والبرتقالة غادي نزول لهم القشور ديالهم. نحاولوا اننا نزولوا حتى القشره البيضاء لانها كتعطي مروريه للعصير. صافي كيف كتشوفوا الطريقه بسيطه جدا. صافي من بعد غادي نقطعها الى شرائح او الى دوائر، من بعد نقطعها الى مكعبات صغيره ونزول لها داك العظام اللي فيها دوك العظيمات لانه حتى هما كيصبوا مروره في العصير. صافي كيف كتشوفوا غادي نزول هاد العظيمات. صافي بنفس الطريقه غادي نعمل الليمونه الحامضه حتى هي نزولها القشور ديالها، وهذيك القشره البيضاء حتى هي نزولها لان حتى هي كتعطي مروره في العصير. هذا العصير كيجي رائع جدا، ما كتجيش فيه المروره ابدا، احسن من الجاهز. عصير اقتصادي منعش كيعطينا كميه كثيره. صافي من بعد غادي نقطعها الى دوائر ثم الى مكعبات ونزول حتى هي داك العظيمات اللي فيها. طريقه بسيطه. عصير بسرعه كنحضروه، ما كيطلبش منا وقت كثير، كيتحضر في دقائق. صافي غادي نزول هذيك العظيمات كيف كتشوفوا. صافي من بعد غادي نقطع تفاحه. انا التفاحه ما وضعتهاش في المجمد، فقط غسلتها مزيان لان حتى القشور ديالها ما غاديش نزولهم. غادي نزول هذا القلب ديالها فقط. صافي من بعد نقطع التفاح الى مكعبات صغيره. عصير طبيعي 100%. من بعد ما قطعت التفاح غادي نوضع هاد الكميه ديال المكونات اللي قطعت كامله في واحد الاناء كيف كتشوفوا. غادي نوضع كميه ديال السكر حسب الرغبه، سكر سنيده او سكر خشن. خلط المكونات مزيان وغادي نخلط المكونات مزيان في خلاط كهربائي. انا غادي نستعن بهاد المطحنه. في الاول غادي نطحنهم بدون ماء، غادي نحصل على مركز.
صافي نخلط المكونات مزيان كيف كتشوفوا، نطحنهم مزيان. من بعد غادي نضيف القليل من الماء كيف كتشوفوا، هذا هو القوام ملي طحنته بلا ماء. من بعد نضيف القليل من الماء فقط ونعود نطحنهم مره اخرى. من بعد ما طحنتهم صفيتهم، زولت لهم هذوك الشوائب اللي بقوا فيهم. هذا هو الكميه اللي حصلت عليها ديال المركز العصير كيف كتشوفوا. من بعد غادي نضيف لتر ونصف من الماء، الماء يكون بارد. هذا هو القوام ديال العصير جاهز، كيجي رائع جدا، من اسهل وألد ما يكون. غادي نقدمهم في كؤوس تقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديال اليوم، عصير اقتصادي فقط بتفاحة واحدة وبرتقالة وليمونة حامضة. حصلنا على اكثر من لترين من العصير المنعش واللذيذ. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وانا مأكده الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميله، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.